لقاءنا اليوم هو استكمال لسلسلة من ورش العمل واللقاءات والحوارات اللي عم بتجول على مختلف المناطق اللبنانية واللي بتقوم فيها 50-50 بإطار دعم النساء للوصول لمراكز صنع القرار، لا سيما للمجالس المحلية أو ما يسمى بالبلديات. نحن اليوم بانتظار تحديد الاستحقاق أو موعد الانتخابات البلدية. لما نحكي عن بلدية بنحكي عن تنمية محلية، واليوم التنمية المحلية تتطلب وجود نساء إلى جانب الرجال، يكون في مشاركة من الجنسين. نحن نطالب أنه يكون في برامج عملية والنساء قادرة أنها تكون عم بتقوم بهيدا العمل. نتمنى على الجميع أنه ندعم النساء للوصول للبلدية.